صباح الخير عليكم، منين صنع الخير وصحة جيدة. هذا النهار يا ربي كيف ما تشوفوا معايا، شريت الفول من السوق وجبته، وها هو دابا غادي نشدو وغادي ننقيه. غنقيه بهذه الطريقة هذه كيف ما تشوفوا معايا، غادي نوري لكم. غنحيد غا هذا المزود هو الأول، ودرت واحد الطنجرة درت فيها غا الماء تيغلي، غادي نحيد ليه هكا هذا، نشدو وندير واحد الكمية قليلة وغندير ليهم هكا كيف تشوفوا معايا. وغادي نجيب واحد الصلايصيل وغادي نوضع فيه هكا، هادو اللي خاوين ما يتخلطوش غندير حتى ديك هنايا، وهادو اللي مزيانين غادي نديرهم هنايا. هنا كيغلى ليا الماء اللي درت في هذيك الطنجره، وغندير فيه واحد خمسة ديال الحبات ديال البطاطا، غير صغارين ما كبارينش هكا، بعد ما شللتهم غنديرهم هنايا. وغادي ندير معاهم واحد شويه ديال الملح باش تسلق ليا في البطاطا تشرب الملح. الاول تتكون بنينه هكا صافي، وغادي نخليهم يتسلقوا. والفول ها هو نقيته مع الخضره وجدتهم. بالنسبه للخضر اللي متوفره عندكم نتوما، كاع اللي متوفره عندكم ممكن ديروا. انا غندير واحد جوج حبات صغار ديال الجزر، وحده ديال القرعه، واحد شويه ديال البروكولي درت غير شويه، والفول ها هو كيف ما تشوفوا معايا. وغادي نشد هذا الجزر مع هذا القرعه وغادي نحكهم هكا في هذه الحكاكه الغليظه بهذا الشكل هذا، ها باش غيعطيني هكا. غنحك هذا الشيء هذا وغادي نوري لكم. هنا صافي، من بعد ما حكيت الجزر مع القريعه تنجيب واحد المقله غندير فيها واحد شويه ديال الزيت، غير شويه هكا شعل عليها صافي. وتنوضع فيها هاد القريعه مع هاد جوج حبات ديال الجزر هكا، ندير معاهم واحد شويه ديال المليحه، غير الملحه اللي بغات الابزار ولا اللي كتاكلو ولا شي حاجه ممكن ديرو اختياري. وغادي نحرك هنايا مجهده عليها النار بالشكل هذا، وغندوز الفول مع هذاك الشيفلور ولا البروكولي ولا اللي متوفر عندكم. ها هو كيف ما تشوفوا معايا، شويه ديال الفول وشويه ديال البروكولي، راه كاين البروكولي ما بغيتش نقوي الخضره بزاف. وغادي نوضعهم هنايا بجوج بهم هذا الفول. اللي ما عندهاش هذه الميكينه هذه الميني هاشوار هكا، غتشد الفول وغادي ترقو غا بيديها غترمشو. غنوري لكم القياس ديالو كيفاش باش دغيا يطيب وباش يجيكم فيها بنين صافي. غنسد على كل شيء وغنعطي واحد الجره خفيفه. تيصبح عندي الفول بهذا الشكل هذا، هانتوما شفتو تيتهرمش هكا. وغادي نضيفو دابا لهذا الشيء هنايا، غادي نحرك كل شيء مزيان، مجهده النار ما غاديش نقصها، مجهداها بغيت نصوطيهم دغيا عاد تدخلهم الطيوبه غير شويه. هنا صافي غنطفي على هذه الخضيره ها هي، نحيدها نوضعها في واحد الطبسين نخليها تبرد. وهنا البطاطا راه هي باقا كطيب، هادي راه دغيا ما كملتها سبعة ديال الدقايق طويت عليها صافي. غنخوي هذا بالحيده وغنرجع للمقله بغيتها. الخضيره ها هي درتها هنا كتبرد، المقيله اللي درت فيها هذيك الخضيره درت فيها شويه ديال الماء هنايا وشعلت عليها. وانا غنرجع لهاد الاسباراجي غادي نشدهم وغادي نرققهم، غادي نرققهم نحيد لهم هذا الفوقاني هذا هكا، ماشي وحدين ماشي كلهم، هادو هكا التزيين غادي نخليهم هنايا. وهادو بغيتو ديروا ليهم نتوما بالسكين هكا ديروا ليهم، ممكن بغيتو تنجروهم في الحكاكه نجروهم، بغيتو ديروا ليهم اللي بغيتو نتوما، المهم يكونوا رقاقين باش يطيبوا لكم دغيا، راه جد صحيين هادو. الا لقيتيهم راه كيصفيو الدم، الا لقيتوهم حاولوا تستعملوهم. انا باش غادي نزرب عليهم غندير لهم هكا دغيا بهذا الشكل هذا، عندكم هذا الموس هذا ديروا ليهم هكا، غنستعمل هكا حتى غادي نكملهم كاملين. هنا كملت هذا الاسباراجي هنايا كاع رققتهم، اكثريه كاع درتهم غير بالموس. وهنا دوك الرويصات ديالهم هما الاولين حطيتهم اللي بدات المقله كتغلي هذاك الماء، ونوضعهم فيها بهذا الشكل هذا. ها نهزهم دابا وغنحطهم في الشبيكه هنايا بهذا الشكل، وهذاك الماء تنوضع فيه هذا. غنحركهم هنا واحد جوج دقائق ولا ثلاثه هكا في هذا الماء، ما نخليهمش بزاف، والنار مجهده مجهده عليهم النار هكا، نخليهم. وانا واقفه حداهم دابا هنا صافي، نقيت هاد البطاطا وتنجيب هاد الماكينه هكا وغادي نوضعهم فيها. اللي ما عندهاش غتجيب غير فرشيطه وغتبرك على البطاطا حتى تخرج ليها بهذا الشكل هذا، تتولي بطاطا دايره معجونه شفتوا هكا. غنستمر حتى نكمل هاد خمسه البطيطات اللي عندي ونوري لكم.
صافي هنا كملت هاد البطاطا. وتنجيب واحد البيضه غير صغيره ها هي هكا، وغادي نحاول نحل هنايا، غادي نوضعها هكا هنا في الوسط، وغادي ندير النشا. عندي مايزينا اولا لاميدو ديال المايس، ها هو شفتوا لاميدو ديال المايس اولا مايزينا، وغادي ندير واحد جوج معالق كبار عامرين مزيان هكا صافي. وغادي نحاول نخلط. اللي بغات دير الكركم كيكون اختياري، انا غادي ندير واحد شويه ديال الكركم اللي بغات اختياري، انا كيعجبني في اللون وفي المذاق ديالهم. وغادي ندير هاد الخضيره هنايا هكا بالشكل، وغادي نحاول دابا نخلط كلشي، غنجمع كلشي هادشي بهذا الشكل. غير شويه ديال النشا ما تكثروش، اللي ما عندهاش النشا ممكن الطحين، مشكل ممكن دير الطحين الدقيق اللي عندها اللي بغات هي ديرو هكا. هكا غنزيد هاد الخضيره، راه غير الالوان راه عرفتوا كتيجي هاد الطبق رائع بزاف. غنكمل كلشي هادشي، ما بقى نزيد دابا معاهم حتى شي حاجه، جربوا غير الملح وداكشي، شوفوا القياس ديالكم هو اللي غادي تشوف صافي. وغادي نجمع كلشي مزيان هنا صافي. من بعد ما جمعت هذا العجين هذا هكا، وغادي نشدو وغادي نبدا دابا نخدمه. كنهز غير الكميه اللي بغيت هذا الشكل هذا، وغادي نبدا نشكلها، غنبدا نديرها حرابل، خليهم شويه باينين حريبلات هكا. وكتجيبوا واحد السكين ولا اللي بغيتو نتوما باش غادي تقطعوا، وغادي تقطع هكا. غادي نحاول نقطع، ندير لهم قياس واحد هكا وتنقطع، وغادي نوضع في هذا الطبق هذا، ندهنو بشويه ديال الزيت شويه وغادي نهز ونوضعهم هنايا هكا. كملت هذاك الطرف الاول، المهم درت الكميه ديالنا حنايا، درت بالزياده، ولكن الكميه اللي بغيت اللي باش غادي ندير هاد النيوكي هادو، نسميوهم نيوكي بهذا الشكل هذا، غنخليهم هنايا هكا. ودرت واحد الطنجره درت فيها الماء حتى تغلي، وهنا غادي نرجع لهذاك الشيء اللي تبقى ليا، ها هو غنوريه لكم. بغيتو ديروا ليه حتى هو نفس العمليه نيوكي، وديروه في الثلاجه وتخليوه حتى النهار تبغيوه ديروه ممكن. بغيتو ديروا ليهم كيف ما غندير ليهم دابا انا ممكن، يعني تيكون دائما الاختيار ديالكم. انا غنشدهم وغادي نديرهم هكا، نقسم هادو، غنقسمهم على ثلاثه كما تشوفوا معايا هكا، وغادي نحاول نديرهم خبيزات. شكلهم نتوما كيما بغيتو دائريات، وعاودوا ديرهم قريصات، ديرهم بالسيركل ولا اللي بغيتو، انا غنديرهم هكا. كلشي وجد، نوضت جاكومو دوج ومشى نعس، بقيت نستنى فيه دابا يجي، دابا يجي مشى نعس، قالك عييت بقى تيحك. درت هنا غير واحد الطنجره درت فيها الماء غلا مزيان ها هي، وغنهز دابا هاد النيوكي، غنجهد عليها لانك تناقص عليها، غنهزهم وغادي نوضعهم هنايا فيها هاد الشكل هذا، نخليهم هنا. ودرت واحد المقله اخرى راه هي اللي هي هكا تسخن، غادي نوريها لكم حتى هي، ونخليو هادو بعدا هنايا. عندهم 5 دقائق كاع ما كاملاش يوجدوا. هاد المقله هي درتها حتى هي هنايا هكا، غادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت شويه هكا، غنغلعو هنايا وغنوضع فيها هادو اللي درتهم هكا على الشكل ديال الهامبرغر، غادي نوضعهم فيها هكا هاد، نخليهم هنايا يطيبوا باش ندير كلشي وجد ليا في مره. هنا درت غا المقله مشعل عليها دابا، غندير فيها هاد سالمية ولا سالفيا ولا صوج ولا المرمية، أوراق ديال المرمية، نحلهم هنايا هكا بالشكل هذا. شعلت عليها هادو، غنخليهم هنا. هنا الزبدة ما عنديش معاها بزاف، ولكن مرة مرة كناكلها شي جودة زوينة وداكشي. هادي عندي ديال الكابرا دابا ديال المعز، غنشدها وغادي ندير غا النص ديالها هنايا هكا، غنخليها تذوب، نزيد واحد شوية غنخليها تذوب مع هادو، يديروا لي يسخنوا لي شويه هاد الوريقات هنايا ديال السالميه مع الزبده، وانا غندوز العود ثاني لهاد سميتو هاد الاسباراجي هنايا هكا. غنجيب واحد جوج بيضات نفسحهم، نحاول نضرب، نديرهم هنايا، غندير معاهم شويه ديال البارميزو،
غندير معاهم شويه ديال المليحه، شويه ديال الوريدانه، وغنخلط هادشي مزيان. وهنايا هادو هما بداو كيطلعوا، ملي كيبداو يطلعوا يعني راه بداو كيوجدوا، فهمتي؟ يطلعوا كاملين كيما دارت ليا هذيك الزبده صافي. هنا ملي كيطلعوا ليا كلهم وتنهز هكا دابا بهذا الشكل هذا، نسقطرهم ونوضعهم هنايا هذا الزبده مع هذيك الصالبيا، غنطفي هاد البوطه هذه. البوطه شنو هيدا؟ لا صافي، غادي نحركهم هنايا هكا. راه كيجيو رائعين يعني. اللي بغات دير ليهم الصلصه ديال الطماطم ديرها، ماشي مشكل. غنقص عليهم دابا، غنخليهم هنا باش يبقاو ليا سخانين. انا ديجا كلشي موجود، رشعي شويه مليحه، ما عقلتش درت الملحه في هذيك الزبيده ولا لا. هكا صافي، غنخليهم هنا. هادو راه هما واجدين، هادو قلبتهم هنايا دابا هنايا. وغنجي دابا لهاد سميتو لهاد الاسبارجي صافي. تنجيب واحد المقيله بهذا الشكل هذا، نشوفكم هنايا، تنوضع فيها النص ديال هاد الخليط هذا. خلطتو، غنضيف النص ديالو هنايا هكا لتحت، وغادي نضيف هاد الشيء هذا بهذا الشكل هذا صافي. وغنضيف عليهم دابا باقي هاد البيض اللي خلط هكا، النص ديال هاد الكميه نزلعو عليهم هنايا بهذا الشكل. نحاول نرتبو وهادو تنحاول نقادهم هنايا كاع، نرتبهم فيها بهذا الشكل هذا كاع. غادي نوضعهم هنايا، نطفي على هاد النيوكي هادو، هادو وجدوا صافي صافي. غادي تشد ليا هادي راسها من التحت، غنبدا نوجد الطبيصلات باش غادي نبدا نقدم البيض. ها هو وجد، يلا طفيت عليه، قلبها هي هنا، شوفوها معايا كي تجي، شفتوها ما شاء الله، قلبتها هنايا هكا. غادي نوضعها هنا في الطبق هذا هنايا، نديها هنا نشدها وغادي نقسمها هكا. نخليها تما مقسومه باش كل واحد يهز الطرف ديالو. شتو كتجي من الداخل ديالها؟ تجي رائعه من الداخل ديالها، تجي طايبه زوينه ودغيا كتوجد، ما كتعطرش. سميتها بطاطا، ها هي الوصفه الثانيه اللي درت بطاطا. الوصفه الاولى ها هي درتهم هنايا ديال النيوكي، درتهم كيسخنوا، نخدم واحد شويه مع الزبده، ما خصناش ناكلوهم باردين صافي. وغنهز دابا وغادي نبدا نوضع في الاطباق ديالهم. ها هما نهز هنايا هكا، عرفتوا كتجي رائعه هذه صافي. وغادي ندير ليهم الجبن بارميزون هكا، ضروري الفرماج يكون عليهم الفوق عاوتاني باش كيبان لهم اكثر. وهادو هما الوصيفات ديالنا. غنخرج دابا للبالكون باش غادي ندي كلشي، غنتغداو تما ان شاء الله. درت واحد الطبق بالشريحه، ها هو هنايا، حتى هو درت رفيته نشاركها معكم، حطيت كلشي هنايا، ما بقى لينا دابا الا غادي نتغداو. جبات القندوره، نسيت ما قلتهاش لكم، ها انتم القندوره عندي زوينه عجباتها، ها هي عندها الجويبات، ها انتم معايا زوينه. اللي عجباتها غنخلي لكم في اول تعليق اللينك ديال الاخت من عند من شريتها، غنخلي لكم في اول تعليق. اللي عجباتها راه عندها داك الشيء واعر زوين بزاف، شريتها مع العيد وما لبستهاش لحقاش كانت الام ديال جاكوم اللي توفات، وداك الشيء ما بقاش الجو وداك الشيء. المهم يلا الكتاب اليوم شفت الجو سخون بزاف وانا نلبسها وتشجيعاتكم القناه. نوري لكم النيوكي بعدا من الداخل ديالهم، ها انتم شوفوا معايا، حتى مو دري النيوكي اللي شفتو كديري. غادي نديرهم دابا من الداخل ديالهم باش تشوفو، راه كيجيو طايبين زوينين معلكين، خصوصا الوليدات الصغار اللي ما كياكلوش لكم الخضره. بسم الله، هادو تا هما شوفو، هادو كتيجيو تا هما، شتو كيجيو كلشي طايب زوين. شريحة شريحة هاهي، هاد الشريحة كنطيبها في الما تتطيب مزيان، تتنفخ بوحديتها، وتندير ليها واحد شوية ديال العسل وكنطفي النار،
كنخليها فهاديك الكاسرونات هذاك العسل ما كيبقاش يبان كتشربوا كله، وكنزينها من الفوق وهي واجده. راكم وليت شهاها صراحه. تمنينا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، شجعتكم القناه ولا فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه.